حماتي حكيم، شو عم تعملوا هون؟ هيك اللي بيأمنك على بنته يا معروف؟ يا شبها مرتك خرسة؟ بعيد الشر عن قلبها. لكن شو صار لها؟ مسكينة كانت رح تتسمى وتموت. من شو؟ على ما يبدو شربانة شيء أو أكلة أكلة ما مواتيتها. هذا الدواء عمي تعطوها يا صبح ومساء وإن شاء الله بتتحسن. إيه خلص أنا بعطيها الدواء، لا تاكلها أم حكيم. أنا رايحة برجع بطمن عليها. تفضل حكيم. عليها العافية. الله يعافيك حكيم. الله معك حماتي. ابن عمي لك تعال لعندي خليني أقول لك شو صار فيني بغيابك. أول شي حسيت حالي دايخة، بعدين حسيت بلعية نفس، قلت إن شاء الله أكون حبلة، بعدين بلش الوجع، قلت أكيد 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 نزل الولد، وقلت دخيلك يا ربي، دخيلك خليلي هالولد ولا تخليه يموت. ومالك علي يمين يا أمي، أول ما جميلة ضيفتني هالمحلاية كشت نفسي منها، تقولي كنت بعرف إنه حاطط لي بقلب عشبة من عند العطار لحتى نزل الولد، وقلت لها ما بدي إياها منوب شيليها من وشي ما بدي آكلها، قامت الجدبة هي اللي أكلتها ونزلت الولد. يا مسكينة الجميلة. لسه ما قلت لك قصة أخت حسنية وأخت فضيلة وأخوة حدوة. يا مو كرمال الله بس اسكتي شوي صرعتي راسي. قبل ما تكملي هاي قصص كلياتها أنا عندي جوزين كلام بدي أحكيهم مع هذا المقوص جوزك. بعرف أمي، بعرف والله العظيم بعرف إنك متضايقة ومأهولة منه لأن ما جاب لك الكنافة يلي وعدك فيها وقت طالع هديك الكسبة ربح من شغله بسبب المنام يلي فسرتي له. لك حتى أنا ما جاب لي شيء، أنا منته ما جاب لي شيء. أمي تخيلي يكون بده يتجوز علي؟ لا. إيه أمي بده يتجوز علي؟ لا. لك ليش حتى يتجوز علي؟ ما أنا عم أطبخ له وأغسل له وأنفخ له وأشطف له وأعمل له كل شيء بده إياه، يخرب بيتك، ليش بدك تتجوز علي؟ ايه خلصنا يا لك الله ينفخ قلبك مثل ما نفختي قلبي. لا 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 ما بسمح لك ابدا تدعي على بنتي على نصتك. ها امي هي مو اول مره بيدعي علي بسبب اخر دعوه دعاها وقعت من اول الدرج لاخره. وما متي؟ لا ما متت لانه الله بيحبني وبيعرف وشاهد على كل شيء وبسبب اخر خلص مره خلص خلص جاي هلكتينا. احكي حماتي شو كنت بدك تقولي؟ كنت بدي اقول هالمرة ما رح حاسبك يا معروف على المنوم اللي حطيت لها اياه لبنتي. ايوه بس والله والله مرة تانية إذا بتعيدها إني لقيم قيامتك. شو بدك تعملي يعني؟ أوف أنا اللي بعمل وأنت بتعرف إني بعمل وكتير كتير كتير وخصص. إذا بيجي مرة تانية لزوركم وبلاقيك مارك مدللة ومتششة ومفرحة لبنتي الله يعينك يا معروف وبس. طيب شو رأيك حماتي من شان ما يصير عيب بيني وبينك؟ بتاخذي بنتك لعندك بتزورها انت بتدلليها وبتعنشيها وبتورديها وما احلاكي وبتتحملي اللك والعجن يلي انا ما عم بتحمله. بنتي ما بترتاح الا ببيتها انا بعرفها. هيك ترتاح ببيتها كثير يعني، انا بس اشتاق لها بيجي بزور عيني. ايه طبعا امي طبعا بدك تجي لعندي وبدك تزوريني بالجمعه وبالجمعتين وبالثلاثه، لك اعملي ما بتعمل جارتنا ام سعيد بتروح لعند بنتها وبتقعد عندها شهر واثنين وثلاثه، وصهره ما بيرضى ترجع على بيتها الا لحتى يكون مملي لها اياه من كل شيء ناقصه، وبجيب لها خدامه كمان. ام سعيد حبيبتي عندها الصهر بينشد فيه الظهر، صهر تنحسد عليه، مو مثل اللي عنا الله يجعله صهر. عادي حماتي فيك تنسحبي، انت ما بدك ما بتصهري. ايوه ايش علي؟ ادفع 5 ليرات الذهب المتاخر وطلق. لا يا امي لا ما بدي اتطلق، ما بدي اتطلق مشان ما يصير فيني مثل ما صار بجارتنا فوزيه بنت الزبداني. يلا وكيلك لما اتطلقت صارت علكه بتم اللي بيسوى واللي ما بيسوى ولا جارتنا. لا خلص مشان الله وجعتي لي راسي خلص. خاطركم عيني؟ لك امي وين رايحه؟ بدي احكي لك اخر منام شفته. لك والله بهمك كثير تعرفي. لك ليش ما حدا عم يفهم علي؟ طيب شو اعمل هلا انا مع مين بدي احكي؟ لك اخ يا حسرتك على حالي. لك اخ بس لو حدا يفهم علي بهالبيت كانت انحلت كل همومي. بس ماشي الحال انا بفرجيك يا معروف. إيه والله والله لحتى خليك تندم على الساعة اللي عملت هيك فيها معي. ماشي اذا بفتح تمي بحرف واحد من اليوم وطالع. ماشي ما عاد رح احكي شيء منه. لازم ضل ساكتة. خلاص ما عاد رح احكي. إيه والله 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 بموت وما بروح مع اهلك على سيران مرة ثانية. شو اقسم بالله سيران الكلاب احسن من هالسيران يلي رحنا عليه. لا تهنينا لا بقعده ولا بطلع ولا باكله ولا بنومه ولا بشربه. لك وما طلعنا من السيران الا بعد قتله وخناق. لك ولا مرت اخوك؟ اخ مرت اخوك هسر نومه. لك بخشت بدني بخشت بدني وهي تقول جوزي جوي وجوزي اخذني وجوزي حط لي وجوزي عمل لي. لك يا خجلتي منها بس شو بدي اقول لها؟ شو بدي الا بدي الا جوزي ما بيشبني شيء. لك اخ بس اخ شو بده يحكي الواحد؟ خليني ساكته احسن. بس في شغلات ما في سكت عليها. عن جد
في شغلات ما بينسكت عليها. يعني ما عاد اقدر انا اتحمل هي العيشه. والله تعبت اعصابي. بروح شو جارتنا سميحه. بروح شو جارتنا سميحه شلون عايشه. والله العظيم والله العظيم جوزها معيشه ملكي. وانا شو حسيت حالي. قال احنا سهران. قال احنا سهران لحتى نتصدر. الله حيو عمي معروف. طولت كثير لك سعيد. بالزور لحتى لقيت لك طلبها. هات لشوفه. يا عين علي. دفعت شي فوق المصاري اللي اعطيتك ياهو؟ يعني قد اللي اعطيتني ياهو انا برا ونص. لا قولي عليك شو والله موطي ما بتتغير. سيك. والله يمكن ما بكفوا. خلص خذ هدول ما بكفوا. خذ هدول روح يلا روح. ربي يعوض عليك. الله معك. هديه يا هديه تعالي يا زيد تقبر قلبي لك ان شاء الله ريتني ما انحرم هالطله يا حق لك الهي الهي الله يخليني اياك تعالي بعدين 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 دوقي لي هالعصير ما اطلبه اشتهيتك فيه بدوقه بس من وين جبته؟ لك هذا رفيقي اهله بالبيت بيطبخوا عصائر وما عصائر طبخوا اي طبخه خص نص النا قمت غسلت لك فيها تعالي حتى ادورك اياها ايوه هذا رفيقك اللي سرق غله الدكانه من معلمه وكان رح ينحبس وقتها وكان رح يقتله كمان ولو ما باس الايدين والرجلين ايه هذا هذا هو هذا هو هلا دوقيها مشان الله دوقي انا بدوقك اياها حبيبه قلبي 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 انا بدوقك اياها لك بتحت امك تحت امك تحت صح 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 اه لك كملي كملي صحة وانا لك رح تخنقني لا 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 بدك تدوقيها كلها لانه طيبة صح؟ دوقي دوقي بسم الله عليك دوقي ان شاء الله الف صحة ان شاء الله الف صحة مليون صحة حاج تقبلني بدك تكملي يا حبيبة روحي تقبل قلبي والله لا بدي اجيب لك واحدة ثانية كمان دوقي يا حبيبة قلبي انت صحة ان شاء الله صحة وهنا صحة بالعيق هدية هدية هالشبه هالشبه اللي معطيه لا هالشبه صحة 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 يلا شربي هاي كمان انا رايح ابي لك وحده ثالثه يعني شربي الثانيه وانا بعطيك وحده ثالثه بعد يلا يلا اي والله طيبه لك تعيش وتجيب دوبر قلبي ايه والله شيء ظريف يا بنتي عن جد مو معقولة شو منك بارد نقعتيني نص ساعة نص ساعة بس يا أمي آه مصريني 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 عم تططط احمليني لك شو قافلة شو ما بعرف ما بعرف ما بعرف روحي دغري جيبي الحكيم يلا يلا عوام أمي يلا 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 يا أمي حماتي حكيم شو عم تعملوا هون؟ هيك اللي بيأمنك على بنته يا معروف؟ يا شبها مرتك خرسة؟ بعيد الشر عن قلبها لكن شو صار لها؟ مسكينة كانت رح تتسمى وتموت من شو؟ على ما يبدو شربانة شيء أو أكلة أكلة ما مواتيتها هذا الدواء عمي تعطوها يا صبح ومساء وإن شاء الله بتتحسن إيه خلص أنا بعطيها الدواء لا تاكلها حكيم أنا رايحة برجع بطمن عليها تفضل حكيم عليها العافية الله يعافيك حكيم الله معك حماتي ابن عمي لك تعال لعندي خليني اقول لك شو صار فيني بغيابك اول شيء حسيت حالي دايخه بعدين حسيت بلعيه نفس قلت ان شاء الله اكون حبله بعدين بلش الوجع قلت اكيد 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 نزل الولد ولد دخيلك يا ربي دخيلك خلي لي هالولد ولا تخليه يموت اي والله مو حالي هي كل ما احب نزل الولد كل ما احب نزل الولد اي والله مو زابطه يا ابن عمي خلص بقى شو عم تعمل؟ هلا بتشوفي هلا بتشوفي عم بدك تقتلني؟ لا 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 لك انا بعرف انه بدك تقتلني ما انتم بالعيلة كلكم هيك مجرمين الله لا يوفقك كلكم هيك مجرمين جد 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 جدك بزمان وعمل نفس العملة انا بعرف هي السيرة وذاكرتك كثير منيح امي حكت لي اياها ماشي الحال يا معروف الله لا يوفقك لك انا مالي نقصية انا مالي نقصية اللي جوزها شايلها على كفوف الراحات وبياخذها وبيجبلها وبيأملها وبيحطلها انا بنربط وبينربط كسكتي بقى لك كسكتي ولي عليكي نفختي قلبي نفختي قلبي ماشي الحال يا معروف
انا بفرجيك والله العظيم لحتى خليك اسبوع كامل بدون غير ما بدي اسمع صوتك ولي عليك انا بختي قلبي خيلا هلا الواحد بيقدر يرتاح بيقدر ياخذ رياضه اقعد رديه هيك رديه ولا حرب بدي اعرف نام هذا انت مرت عمي معلش تبعد بمشي لانه بدي اشوف بنتي لا مو معلش لانه بنتك راحت لوين راحت؟ راحت لمكان بعيد لمكان بعيد يمكن ما ترجع ما عاد اسمع صوتها منوب لشو عم تحكي انت؟ مثل ما عم تسمعي وبتمنى انت كمان ما ترجع لعنا وتزعجي لها بمعيتك مرت عمي معيتك الله معك الله معك خير ان شاء الله هذا هو المجرم سيدي هذا هو انا مجرم وين مرتك يا معروف مرتي جوا كذاب كذاب سيدي كذاب خذ طريق بنفتش البيت يلا بدكم فتشوا فتشوا ما بدكم فتشوا لا تتحرك يلا خذ طريق يلا 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 تفضل تفضل حدا بده يجبرك تفضل يلا يلا تفضل لك الله لا يوفقك شو عامل بنتي لك انا شو عملت لك لحتى تربطني وتحبسني اه ولا شو امك معلمتك علي طبعا لانه امك تحملتك انت وصغير وانت قلت لي بعبط لسانك انه امك واخواتك اهم مني بس انا متحملتك انت وكبير وغليظ ومو بس هيك متحمله اهلك واخواتك ورفقاتك فوق ومن تم ساكت وبيجوا على البيت وبيخربوا لي وبيوسخوا لي وبينزعوا لي ومع هيك انا ما بفتح تمي بحرف لك انا كم مره قلت لك تبدل هذا البيت اه كم مره بس طبعا اخر همك تبدله لانك معفن ومتعود على العفن انت واهلك وحارتكم المعفنه بس بتعرف شو خليني ساكته ما بدي احكي تقبري قلبي تقبري قلبي الحمد لله معناتها صرتي مليحه ورجع لسانك مثل الفرامه الحمد لله إيه الحمد لله امي ماشي الحال بس انتو شلون هيك بتفوتوا على بيوت الناس وودنهم يعني ما بتعرفوا بلون بدك تخرسي ولا ما بدك تخرسي بدك تخرسي ولا لا ما بدك تخرسي يا سيدي ولك الله يكون بعونك الله يكون بعونك بدك تتركها لالله اتركها لالله حدا فيوز باشي اسمعني لشوف انا هوصي العناصر يجيبوا لك حنتور لهون وتحطها بالحنتور وبتاخذها لأبعد مكان بتخلص منها واسمع إذا عذبتك على الطريق بتكبها هي والحنتور ينصر دينك لك ينصر دينك حدا فلوس ماشي أنا رايح وراك تعال هون تعال هون أوعك أوعك يا معروف تعمل فيك أوعك ها والله ما بتعرف شو بسوي فيك إذا بدك تخلصي من بنتك أو بدك تخلصي مني أو بدك تخلصي من المشاكل بيني وبينها بدك تتنازل عن 5 ليرات متأخر ذهب هن 5 ليرات ذهب شو قلتي؟ موافقين صومي 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 لا تبكي لا عالساكت عالساكت من شوان الله صومي هون صومي 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 هون ينصر دينك حضرة اليوز باشي ينصر دينك الله يهدك لك قلت لك قلت لك ما تقول عشان قلت لك لسانك هذا بده يوديك بداية شفتي شو لك هذا صوتك اخرسي ولك اخرسي كرمال الله اخرسي 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 بس اخرسي بصوت الله شو ساويت له والله العظيم ما طاولت له شيء بس لو تشوفي شلون وعيونكم تشوفني شلون مسكت هالضبع ولو تعرفوا شو عملت فيه شلون مسكته؟ شو شلون مسكته عمي؟ بعشبك انا على كيفك، بس شو عملت فيه يا حزرك؟ اخذته ومشيته بحارة بيت جدي. انا ها عم بحكي ولا عم بصرف علينا مثل لا لك 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 حمدي انا ما بكذب. شو صار بعدين؟ يا سيدي رحت لجيب له مرته الضبع. ليش؟ شو ليش حمدي؟ يعني مشان يقعد مع مرته. دايم عمي اقعد. عبال ما يجيك ولد وتشربوا حليب اصباع سلام عليكم عود اسمع هالسيره سلام عليكم على السيره هيك طفشته عدو عمي زمناته عدو زمناته شباب لا 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 ليش؟ لك ان شاء الله الف مبروك الف مبروك الله يبارك فيك وعقبالك اختي يا رب
والله ورح تصير أبي يا عمران. ومن يوم ورايح ما عاد نادي لك عمران، رح نادي لك أبو أبو. صادق عمي، أبو صادق. شنو أنا بحب الصدق كتير وبكره الكذب والكذاب. وأنا مثلك كمان، بكره الكذب كتير يا أبو صادق. جبنا لكم حلوان صدق. لا حلوان شو؟ نحن لازم نحليكم. شرفوا شرفوا، تفضلوا. شرف عمي شرف. شو اختي؟ شارية اسوارة جديدة؟ اي قبر قلبي جوزي ابو صادق، جيب لي اياها حلو عن الحبل. اختي ومتأكدة انها ذهب؟ ومن اتقل عيار كمان. ايه بجوز. ليش مو مصدقة؟ بصراحة لا، لأنه انا الذهب بقفره من رنته ولونه، وهي مبينة مو أصلية، يعني ما لها ذهب بنو. وعيون شو؟ ما بدك تقولي لي شبكي؟ مقهورة ومتضايقة منك خيرات الله. اف ليش شو عملت لي؟ جبت لي سوارة على انها ذهب طلعت فالصة. ايوه. ايه وانتي شلون عرفتي؟ اختي جميلة بتفهم بالذهب وهي كشفت لي انه السوارة فالصة. اختك جميلة. ايه قولي لها احسن ما تشتغل فينا تروح تشوف جوزها شو عامل. صهري شو عامل؟ انا عامل شيء يعني متجوز عليها بالسر. شو؟ ايه يا ستي، هاد الحكي من 3 شهور، واذا مانك مصدقتيني ها جيب لك كل الشهود اللي كانوا عكت بالكتاب. أما ما يعطي العافية إلهي. بس أوعك تجيبي لها سيرة ها أو تلمحي لها. شنو أنا ما بحب حدا يقول عني خرابة بيوت أو كذاب لا سمح. قريته ينقص لسانه اللي بدي يجيب سيرتك بالعاطل تقبرني. الله يعزك بنت عمي. إيه ومن شان الأسوارة الفالصة، صح أنا جبت لك فالصة، بس يعني كنت حابب أورجيكي إني مبسوط بحبلك. إيه ما كان معي جيب لك ذهب، وحياتك، وحياتك لعوضك وجيب لك كردان ذهب بدل الأسوار. الله يخلي لي اياك ويديمك فوق راسي يا حق. هيك ها هيك. اختي انا بعرف الكلام اللي بدي اقول لك اياه رح يجعزك كثير، بس يعني ما بقدر شوف المي هيك ماشيه من تحت رجليكي وضلني ساكته. هدى احكي شو في؟ جوزك متجوز عليكي بالسر. وانت شو عرفك؟ مين قال لك هالحكي؟ جوزي ابو صادق اللي قال لي هالحكي، وبيقدر يجيب الشهود اللي كانوا موجودين على كتب الكتاب كمان. بسيطه يا حمدي، انا بفرجي. الله يسامحك، يا ريتك ما قلتي لو لا فتحتي سيره. يعني بدي اترك اختي ماشيه ورا جوزها الكذاب؟ لا حول ولا قوه الا بالله. خير ان شاء الله. ليش لابسه ملاي؟ طلقني. هيك شو هاي طلقني ما طلقني؟ ليك حمدي، أنا بقبل عيش معك على الخبزة والبصلة، بقبل اتحمل منك كل شيء، بس إني أقبل إني أنزل على ضرة مستحيل. بس أنا بحياتي ما فكرت نزلك على ضرة. ما أنت نزلتني وخلصت. لا أنا هيك ما عم بفهم عليكي. شو الموضوع؟ اسمع حمدي، لا تجدبها، عمل لك هلا بتطلقني. ما رح طلقك، وهلا بدك تفهميني شو القصة. ماشي، رح أحكي لك. احكي لي، يلا. يعني عدم مؤاخذة يا جماعة، أنا ما بكذب، هي كل القصة. يعني بفهم منك إنه القصة اللي حكيت لها لمرتك عن حمدي اللي تجوز، عن حمدي تاني غيري أنا؟ إيه معلوم حمدي تاني غيرك، شو ما في غيرك لك حمدي الله يسامحك، يعني معلوم ما كان نسوان ينقلوا لبعض. كلامك مزبوط، بس في مجال أعرف منو هذا حمدي اللي أنت قاصده؟ حمدي ما بتعرفه أنت رفيق، ساكن بالحارة التحتانية. وليش أنا ما صدقتك؟ ليش ما عم تصدقني؟ والله القصة بتتصدق يعني بتصير، مو هيك عمي؟ خيو أنا صدقتك، مرتي شلون بدي أقنع بهذا الكلام؟ أنا بحكي لها باللي صار، لا يكن لك فكري. اسمع خيو، مرة تانية لما بدك تخرط وتكش لا تكن. يا حمدي أنا ما بخرط وبكش الله يسامحك، اسأله لعمي أنا أبو السادي. خيو أحسن شيء أنا بدي أمشي، سلام عليكم. وأنا كمان خدني معك وتروح على البيت جاي لعندي أبو داوود. يلا تشرف شرف عمي شرف، رايح معك يلا. يلا وأنا جاي معكم. لا يسامحك يا صهري، شو انك كذاب. ايه وانتي التاني الله يكبر لك هالعقل بقى. لك يا مو انا شو عرفني انه حكي اختي كذب؟ شو عرفني؟ هلا المهم بس يجي جوزك بتعتذري منه وبتستسمحيه كمان. حاضر يا مو حاضر. ايه الله يرضى عليكي. سامحني ابن عمي. الله يسامحك. لك الله يرضى عليكي، الله يرضى عليكي، والله يرضى عليكي يا صهري، يوفقكم ربي. الله يخلي لي اياك يا عمي ويخلي لي اياك يا مرت عمي. يلا السلام عليكم.
الله معكم. الله معكم. ديري بالك علي يا جميلة، الله يرضى عليكي. الحمد لله. يلا الله يهدي باله. آمين يا رب. آمين. هدى يا هدى، لك وينك؟ ايه ابن عمي. روحي البسي ملايتك عليكي يلا. ليش؟ أبوكي عازمنا على الغداء. ايه تكي وبكون جاهزة. ايه عمي ابو داوود، وما قلت لنا حضرتك من وين؟ من حلب، من فص حلب. والله والنعم منك ومن كل اهل حلب. والله والله والنعم. والله يا سيدي بتعرف انه انا عشت 6 سنين بحلب؟ حلو، وعجبتك حلب؟ ايه والله اخي، اهل حلب ما في منهم كرمه، بس يعني لولا هيك قصه صارت معنا. ليش قصه صار معكم؟ هذا يا سيدي ملا انت، طلع لنا واحد بلهموطي وكذاب غير كل اهل حلب. يا لطيف، ايش عمل؟ سيدي كنا طالعين انا وصاحبي من حمام السوق، شو قلنا لحالنا؟ منفدل شوي بحارات حلب. طب معلم طلع بيوشنا وصار بده يشلحنا مصريات. لعمة لك ايه، ولما ما حسن علينا سحب سلاحه وصار بده يقويس. بس محسوبك قبضاي، لفيت عليه وشلحته السلاح وقوصته. يا لطيف، ومات؟ ما بعرف شنو لحشته أنا وصاحبي على باب الجامع ودمه حميم. ومن إمتى هالحكي؟ هاد الحكي يا ابن الحلال شي 10 سنين. وش كان شكله؟ مربوع 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 وأسمراني، ويمكن في جرح يا على خده اليمين يا على خده اليسار. ولك هذا انت اللي قتلت ابن عمي لك واطي؟ عمي ابو البلد ابو داوود ابو داوود ابو داوود ابو داوود ابو داوود صار لي 10 سنين عم بدور عليك ياخذ تاري يا ابو داوود ابو داوود. ولك انت ما رح اجيبك حتى غير كلمه. لك عم بقول في شطه بوش ابي عمي. عم راشد لك عم راشد بعدوني. لك يا عمي على اساس بيتي ادفى يعني، والله العظيم البرد ناخره نخر. لك لا تنق لا تنق، لك الرجال ما بينق، النق للحريمات فهمان. طب شو بدي اسوي لك يا عمي ابو حمدو؟ لك روح اشتغل، روح دور على شغل. لك والله طلع على لساني شعر وما حدا شغلني. معلوم ما حدا بده يشغلك، اسمع لك روح على القهوه واشتغل صبي ارجيله هني. بشغلوني وانا بهذا المنظر؟ لك انا بحكي مع صاحب القهوه، انت روح. عن جد عمي؟ بس بهذا الشكل ما بصير تروح على الشغل، بتروح على حمام السوق بتنظف حالك وبتزبط لي هندامك، وبعد ما تخلص من الحمام تجي لعندي مشان زبطك. انا مسيك. لا عمي ما لك مسيك. لك عمي مسيك. الله يخلي لي اياك. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. لك صحي محدو؟ دريتي شو صاير مع ابو قاسم؟ ايه والله دريت، الله يعينه ويكون بعونه يا رب. وينك؟ قبل ما اجي لعندك مرقت لعند بيت ابو قاسم، قلت لحالي بركي بقدر استفهم شو صاير معه، بس ما قدرت. فتحت لي بنت ام قاسم الباب وكذبت علي وقالت لي انه امه مو هون. وليش لحتى تكذب عليكي يعني؟ يو؟ شو ليش لحتى تكذب علي؟ على قد ما لك هينه وقويه وما بتحب تحط على حالها وحده، بعرفها عقربة كل حياتها عقربة. بس على مين؟ إيه أنا ما بتمرق علي منوم. لك يا أم رضوان، لك يا عيوني، تركي العالم بحالها. لك الله يعينهم، لك عواد ما تدعي لهم الله يفرج عليهم، جاي عليهم أنت كمان يا أختي. ادعي لها وبعدين بس تخلص قصتها احكي عليها قد ما بدك. إيه والله مصابهم مو قليل. لا أوعك يا أم حدو، أنا ما بحكي عليها ولا على غيرها أبدا، بس عم أحكي لك شو صاير الحق علي اللي عم أحكي لك. بس وينك؟ شفتي هالشوفة؟ هي تربايتها العاطلة لابنها لكان شي بيكشش البدن. بس يا لطيف وقوا بشر أعمالهم. علي علي والله شاب مثل الوردة، ضيع حاله وضيع أهله. الله يفرج عليهم يا رب، الله يفرج عليهم. أي والله الله يفرج على الجميع. إلهي لك صحي أم حدو، قدريتي شو صاير مع بيت أم إسماعيل؟ لا هذا يا ستي ابنها اللي كنت خايف منه صار يا محبته، صار خرب بيتنا، خرب بيتنا يا محبته.
شوفي ابن عمي شوفي تف من تمك شو هالحكي؟ اليوز باشي جايب امر لاخلاق الدكان. صفينا على الحديده شو هاي؟ صفينا على الحديده يا ام حمدو. قولي علي عليكم يا ام حدو، شايفه وقت بقلك هدول بيت ابو قاسم ما فيهم بايقه ما بتردي علي. يلا ستي رزقه على رب العالمين، بكره جوزي بيلاقي له شي دكان صغيره بحط فيها هالمصريات وبيفتح وبيمشي الحال. بس انه هالزلمه ابو قاسم ما سال حاله هالمسكين جوزك شو بده يعمل بحاله وين بده يروح بحاله. يلا ستي قلنا الله مثل ما قلت لك، الا ما يلاقي له شي دكانه صغيره ويمشي حاله فيها، ما تاكلي همه انت. بالله شو؟ يعني عدم المؤاخذه عدم المؤاخذه، جوزك ابن عمك وين بده يلاقي هلا محل مثل المحل اللي قاعد فيه؟ شرح وبرح وبنص السوق وعلى مرأة من العالم كله؟ امني يا ستي ما ضروري يكون شرح وبرح، خلص شي دكانه صغيره، هي ليك دكانه ابو خالد الحبوباتي ما شاء الله بزاروبه وشغاله. ايوه يا ستي الله يرزق العالم كله، خلص اذا انت رايك هيك انت حره برايك. امين يا رب العالمين. احساوي لك قهوه. لك لا لا وقفي دقيقه، قدريتي شو صار مع عبدو النشواتي؟ دريت 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 دريت. لك تعي لاقول لك شو صار. خلص دريت يا اختي. يو دريه لحمة هي منين عم تجيب الاخبار قبلي؟ منين دريت يا ترى؟ لازم اعرف. إن شاء الله نعيمان. الله ينعم عليك عمي أبو حدو، لا تأخذني أنا معي هالقرش ونص. لك خلص لك عمي ضب مصاريك، إمتى كنت أخذ منك مصاري؟ إيه بس هيك ما بيصير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. علي حضرة يوسباشي. عمي بدي منك شغلة واحدة بس، مثل ما عم بعمل معك خير بتعمل خير مع العالم. والله هذا الخير اللي عم تعمله معي ما رح انساه كل عمري. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله بركاته. اهلين حضرة يوسباشي، شرف شرف سيدي. انا ماني جاي اقعد يا ابو حدو، انا جاي بلغك انه اليوم صار موعد تسليم المحل، شو نسيت؟ لا ما نسيت يا حضرة يوسباشي، بس يعني بركي بيبني هيك يومين ثلاثه لبين ما نجمع مصاري. لك يا ابو حدو منين بدك تجمع مصاري اذا كل زباينك عم تحلق لهم ببلاش؟ لك يا سيدي هذا شاكر درويش، درويش وعلى باب الله. ابو حدو ابو قاسم باع المحل لزلمه ثاني، يعني اذا كنت تمون على ابو قاسم هلا ما بقى فينا تمون على حدا. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. امور عمي وينك عمي؟ اذا جاي تحلي بدنا نعتذر منك، انا سكرت الدكان. كيف يعني؟ ابو حدو ابو السعود هو اللي اشترى المحل. ان شاء الله الف مبروك، ان شاء الله عيت الرزق الهي. بس عمي الله يسترك مهلني شي يومين ثلاثه بس لفضي البضاعه. ما في داعي يا ابو حدو، انت رح تضل بالمحل. بس يا بيك يمكن انت يا ابو حدو ما تذكرتني، انا رح اذكرك بحالي. من سنين طويله اجيت لعندك لهون على الدكان وقعدت على الكرسي تبعك وانت غيرت لي كل حياتي. انا؟ ايه انت. شو القصه يا بيك؟ القصة يا حضرة اليوز باشي انه انا من سنين طويلة احترق بيتي وراح كل شي فيه، حتى اواعي ما ضل عندي. صفيت على الحديدة، ابي كان متوفي الله يرحمه، كنت عايش مع امي الله يرحمها راحت بالحريق. الله يرحمها. تعيش وتترحم يا حضرة اليوز باشي. سودت الدنيا بعيوني، ما صفى عندي شي، ركضت صرت ادور على شغل لحتى اعيش منه، ما كنت لاقي شغل ولا كان حدا يشغلني. هيك لحتى وصلت لهي الحاره، ولاد الحلال قالوا لي انه في سمسار بده شغيل، بوشي رحت لعنده. اول ما شافني لسه ما قلت له السلام عليكم وقام قلعني، فكرني شحاد من شكلي المبهدل. لا حول ولا قوة إلا بالله. وضليت اترجى اترجى لحتى قبل يسمعني، حكيت له قصتي، قبل يشغلني،
قال لي بس بشرط بتروح بتغير هندامك وحلاسك. انا ما في بجيبتي ولا قرش، شو بدي ساوي؟ درت وفتلت درت وفتلت وصلت على دكانة هالرجال المحترم هاد. حطني على الكرسي وحلق لي ونظفني، هو عم يحلق لي حكيت له قصدي، وقام مسكني من ايدي واخذني على الحمام، حممني واعطاني ثياب من عنده. هذا الرجال الطيب اللي ذكرت القصه قال لي وقتيها بدي اياك تعمل عمل طيب. قلت له ما فهمت عليك، كيف يعني؟ قال لي يعني كل ما بيصح لك تعمل عمل خير لا تقصر. ضل كلامه مزروع بمخي هون، تاثرت كثير فيه انا. تركته ورحت لعند السمسار، اشتغلت معه وعلمت المصلحه وصرت ايده اليمين على بيع وشراء، جمعت راس مال وصرت اشتري بيوت ومال كانات ودكاكين، ولحتى الله اعطاني هيك وصرت مثل ما تكون شايفين صار معي اللي صار. يا لطيف على هالدنيا شو صغيره. هذا انت؟ اي نعم هذا انا. وهلا صار الوقت اني رد لك الجميل ورد لك الخير وما قصر. شو قصدك يا بيك؟ قصدي انه ابو حدو رح يضل بالدكان ويشتغل فيها ليل نهار على كيفه، وما بدي منه ولا قرش. بس يا بيك بترجاك يا ابو حدو، انت ما قصرت معي وانا باذن الله ما رح اقصر معك. الحمد لله الحمد لله، الشكر لك يا رب، الشكر لك يا رب. عود يا بيك عود يا بيك عود.